خد سم الدواء. يلا يا بطل يلا. يا سامي لا لازم تاخد الدواء، مش هينفع الكلام ده خالص. لا تروح مني فين، اديك انا الدواء. يلا خد يلا عشان اوريك الاراجوز. يا سامي طب انا بقى هتصرف معاك، انا بقى هتصرف معاك، انا بقى هعديها لك بالنبه. خد يا عم النبة. ايه ده عم بيها ايدي؟ اه عالنبة. حاجة ما تتضاف. يلا معاهم بقى. خلي بالك النملة تقع. جاسي. يب. المدرسة بعت الورقة دي عشان رحلة بكرة. لو لازم يمضي عليها جمال بيه بالموافقة. وات؟ جدا عنده مؤتمر النهاردة ومش هيدا ولا دقيقة. والورقة دي بقى لها اسبوع. حضرتك لسه فاكرة مضيع عليه دلوقتي؟ حبيبي انا قلت له اكتر من مرة وهو اتنرفز عليا وقال لي مش فاضي، مش شايفاني مشغول قد ايه؟ يعني الورقة دي لو ما اتمضتش النهاردة مش هتروحي الرحلة بكرة. ايوه بس مين يقدر يروح المؤتمر ويتكلم في حاجة زي دي؟ مش عارفة. المشكلة اي حد فينا سواء انت او انا او نديم. عايزة كوبة عيون. ده انت انزمي. من فضلكم بصولي بصولي وافهموني، احنا لازم نعرف حقوق البلد دي قد ايه علينا. الدين الداخلي عدى 900 مليار جنيه والخارجي عدى 35 مليار دولار. الديون دي بتاكل وبتبلع الدخل العام. عشان كده انا فكرت مجرد فكره يعني. نحن زميل مخرب بيتك، انت بتعمل ايه؟ ايه اللي جابك هنا؟ الايحة بكه رحله ايه؟ اسكت خالص اسكت. حضرتك اعلنت عن حساب في البنك اسمه حساب التطهير لحرامية العهد البائد. هو في حرام هيرشد عن نفسه ولا مصر هتنهض بفلوس حرام؟ عشان خدت الطمع عشان خدت الزيت. حرام عليك يا اخي، حرام عليك. احنا برضو لازم ندي فرصة للحرامي عشان يتوب، وان الله غفور رحيم. وبعدين ما تنسوش ان مصر محتاجة لكل اولادها. وحضرتك ناوي تعمل ايه مع العدو الاستراتيجي اسرائيل؟ لا مش هسكت، مش هسكت ابدا على الاتفاقيات اللي خربت بيت مصر. هتخد الطمع هتخد الزيت. هصرخ هصرخ بعين وصوتي. الله يا صهينا انبهرتكم. انت في حاجه تعباك يا جمال بيه؟ لا لا اصل بس صعبان عليا قوي مصر قوي، اصلها اتبهدلت قوي 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 قوي، وبضحيتها هتبقى بجلاجل. ما تتصرف يا نديم، كل مصري اصيل خايف على اكل عيشه يتقدم بسرعه وينقذ مصر. يا حبيبتي يا مصر. ايه اللي بتعمله ده؟ الله يخرب بيتك. زمي زمي اساس احنا لازم اكتب هنا. يمضي ايه وده وقته؟ هات الورقه. ها ممكن تمضي لنا سعادتك الورقه دي؟ اتفضل اتفضل. شكرا. خد الورقه. هات البنطلون. هات البنطلون. اتسكر يا زمي. هنا بقى الاقتصاد مصر. تدريب هاخد برضه بيصوروه. خد الكاميرات دي يا عم. نورا
خرر انت الان فوق دماغك يا حيوان. ليك يا جيمي؟ جيمي انت هتصاحبني يا اخويا. اسمي جمال بيه يا حيوان. لا 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 يا حيوان. جمال بيه؟ لا اسرح يا طول يا جمال بيه. هيطول يا اخويا، دي مصر كلها شافت وراكي. ايوه هي كانت وحشة قوي. وراكي؟ لا الموقف الموقف. امشي انت الاخر من وجهي. امشي. بس يا حبيبي بلاش تعملي في نفسك كده، بكره جده يهدى ونخليه يرجع لك طول. لا عايزه طب يجي دلوقتي، ولو جيت بالباب انا رايح انفذه. سيبينا لوحدنا شويه يا دينا. حاضر يا جمال. ليه العيال ده كله ليه؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه يا حبيبي جده؟ انت شفتي عمل فيا ايه قدام الناس؟